طب ايه الاشتراطات الصحية اللي ممكن اللي لازم يراعيها الشيف يا دكتور؟ ده اشتراطات كتير، في اشتراطات شخصية وفي اشتراطات للمكان. الاشتراطات الشخصية مثلا انه لازم ما يلمسش اي جزء من جسمه طول ما هو شغال، اذا لمسه مرة واحدة ما يقدرش يتعامل مع الأغذية تاني، لازم تكون ضوافره مقلمة باستمرار، لازم يكون لابس هير نت عشان مفيش شعر. من شعر ويقع، لازم يكون ما عندوش شنب، ده حاجة أساسية، ممنوع الشنب في مع الشيف، ممنوع السوالف، ممنوع ما يلبسش خواتم، لأن شعر يكون الخواتم كمان بيلبسوا لك جلافز 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 طبعا طويل ما طويل يلبسش خواتم عشان كمان، لأنه ممكن تحتيها يبقى في مايكرو أورجانيزم. حاجات كتير قوي يعني اللي انا عملته ده لو انا شايف لازم ادخل اغسل ايدي خلاص، ما اقدرش اتعامل مع الاغذيه. في حاجات بقى تخص المكان نفسه، بس ما بيحصلش. لا ما بيحصلش ما بيحصلش طبعا، لانه شوفي حضرتك بصراحه يعني اصل انا جاي النهارده نتكلم بصراحه يا جماعه في العيوب اللي ممكن نتحاشاها، عشان احنا بقت عندنا امراض كتيره جدا، والامراض دي يعني انا مثلا لما ادخل صيدليه عشان اخد حقنه مثلا بيهمني جدا اول حاجه ببص انا عليها ضوافر اللي هيديني الحقنه، ولو ما لبسش جلافز بقول له لو سمحت ممكن تلبس جوانتي، فبيبص لي باستغراب. اللي هو يعني الحقيقه زوجتي مش من حقك عندها المشاكل دي كتير، لانه لما بتروح انا والله مش للدرجه دي، مش يعني مش محنتفه قوي زي